على باب سفارة كندا، يلا بينا. بتاعت ابليس دي. فهو الراجل بيقول ايه، على باب سفارة كندا لمحت ابليس وفي ايده استمارة. بقول له ايه، على فين؟ قال لي بص، يا هجرة يا إعارة، أنا كفرت ما لاقيش معاك سيجارة يا راجل، أنا خلاص لا بقيت وسواس ولا خناس ولا ليا عيش وسط الناس، خلاص بقالي سنين عاطل، وأنتوا بتعرفوا تقلبوا الحق باطل وتقتلوا تقاتيل وتسلكوا القاتل ومفيش مشاكل، خلاص أنا مسافر مهاجر يا راجل، ده أنا بقيت أوسوس بالمقلوب، أقول للحرام أنت مش هتوب؟ يعني أنت هتعمل كل الذنوب لوحدك وانا ابليس اشتغل ايه؟ اشتغل ايه؟ واعظ ولا كوبزاري في اتوبيس؟ يا راجل ده انا خلاص، زمان كنت اقعد انسى بس استنى حد ينسى وهو بياكل لقمته، دلوقتي بصراحه كل اكلكم ملوث والواحد بيخاف على صحته، ده مفيش ضمير اساسا عشان اموته، يا راجل ده من كتر ما لطشت معايا مشيت مع الناس اللي بتقول كفايه وبرضه مفيش فايده. ايوه ابليس كفر. ايه ده؟ ايه ده؟ دي جبتها منين؟ ايه الفكرة دي اصلا؟